السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع مادة الدراسات الاجتماعية الوحدة الأولى والدرس التمهيدي بعنوان البيئات المصرية. سؤال تمهيدي عن الدرس: ماذا تعرف عن البيئات المصرية؟ تعالوا بينا نتعرف على أهداف الدرس. الهدف الأول مفهوم البيئة، ما المقصود بالبيئة وما تعريفها؟ الهدف الثاني ما هي أنواع البيئات المصرية؟ هنتعرف في هذا الدرس على 4 أنواع للبيئات المصرية، وهم البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة الصحراوية والبيئة الساحلية، وكمان هنتعرف على أماكن وجود هذه البيئات. الهدف الثالث خصائص البيئات المصرية، يعني صفات ومميزات البيئات المصرية. الهدف الرابع أسباب تنوع البيئات المصرية، إيه الأسباب اللي خلت عندنا بيئات متنوعة في مصر زي ما قلنا عليهم البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة الصحراوية والبيئة الساحلية. أولا ما المقصود بالبيئة؟ هنقول التعريف مع بعض وبعدين نوضحه بشيء من التفصيل. البيئة هي المكان الذي نعيش فيه ويضم مظاهر طبيعية ومظاهر حضارية، ويتوفر به مقومات الحياة من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وغيرها، وتؤثر فيه وتتأثر به. ده تعريف البيئة. تعالوا نوضحه مع بعض. البيئة هي المكان الذي نعيش فيه، يعني كل واحد مننا بيعيش في بيئة معينة. في مننا اللي عايش في مدينة جنب البحر زي مدينة اسكندرية، فبقول الإنسان ده عايش في بيئة ساحلية. وفي مننا اللي عايش في مدينة أو محافظة معظمها أراضي زراعية، فبقول الإنسان ده عايش في بيئة زراعية. وفي مننا اللي عايش في مدينة صناعية كلها مصانع زي مدينة العاشر أو مدينة السادس من أكتوبر، فبقول الإنسان ده عايش في بيئة صناعية. وفي مننا اللي بيعيش في الصحراء، فبقول الإنسان ده عايش في بيئة صحراوية. يبقى إذن البيئة هي المكان الذي نعيش فيه ويضم مظاهر طبيعية ومظاهر حضارية. المظاهر الطبيعية هي كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان دون جهد من الإنسان في تكوينه، والمظاهر الحضارية هي كل ما بناه أو أنشأه الإنسان. لو كل واحد فينا بص حواليه في البيئة اللي عايش فيها هيلاقي حواليه مظاهر طبيعية كتير، زي المياه وزي التربة وزي البحار وزي الجبال وزي الهضاب وغيره من المظاهر الطبيعية. والمظاهر الحضارية برضو لو بصينا حوالينا هنلاقي حاجات كتير الإنسان عملها، زي الأهرامات اللي موجودة أيام زمان أو أيام الفراعنة وأبو الهول، وزي الطائرات وزي المصانع اللي الإنسان بناها، وزي القطارات وزي السيارات وغيره من المظاهر الحضارية، واللي بنقول عليها أيضا مظاهر بشرية، يعني من صنع البشر أو من صنع الإنسان. البيئة لازما تتوفر بها مقومات الحياة، يعني لازم أن يكون موجود فيها الحاجات اللي بتعتمد عليها الحياة أو بتستمر بيها الحياة، زي المأكل والمشرب والملبس والمسكن. لازم أن ألاقي في البيئة أكل ولاقي شرب ولاقي لبس ولاقي مكان أسكن فيه عشان أقدر أعيش، وغيرها من مقومات الحياة. وتؤثر فيه وتتأثر به، البيئة بتأثر في الإنسان. هندي مثال: الناس اللي عايشة في المناطق الباردة بيلبسوا ملابس تقيلة، والناس اللي عايشين في المناطق الحارة بيلبسوا ملابس خفيفة. يبقى إذن البيئة تحكمت في الإنسان وأثرت فيه من حيث نوع الملابس التي يرتديها، وتتأثر به. هندي مثال برضو للتوضيح إزاي البيئة بتتأثر بالإنسان. يعني مثلا لو واحد مننا راح في بيئة صحراوية وحول هذه البيئة إلى أراضي زراعية، فإذا كده الإنسان أثر في البيئة، حولها من بيئة صحراوية إلى بيئة زراعية. ده كان مفهوم البيئة وتوضيح المفهوم. خصائص البيئات المصرية: البيئات المصرية بتتميز بمجموعة من الخصائص: التنوع والتداخل والتكامل. أولا تنوع البيئات المصرية، زي ما وضحنا في أهداف الدرس إن البيئات المصرية متنوعة في أكتر من بيئة في مصر. هنعرف
أنواع هذه البيئات وأماكن وجودها. أولا البيئة الزراعية. البيئة الزراعية موجودة فين؟ موجودة في وادي النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. ثانيا البيئة الصحراوية، أين توجد البيئة الصحراوية؟ توجد في الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. ثالثا البيئة الساحلية، بتوجد البيئة الساحلية في سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط. رابعا البيئة الصناعية، ودي ما حددليش ليها أماكن معينة لأن المصانع موجودة في معظم محافظات مصر، لو رحت أي محافظة في مصر هلاقي فيها مصانع، عشان كده قال لي البيئة الصناعية موجودة في معظم محافظات مصر. هيقابلني هنا سؤال مهم جدا، بما تفسر تتنوع البيئات في مصر؟ إيه الأسباب اللي بتخلي البيئات في مصر تتنوع أو متنوعة؟ رقم واحد اتساع مساحة مصر والتي تزيد قليلا على مليون كيلو متر مربع. رقم اتنين تنوع مظاهر سطح الأرض مثل نهر النيل والبحار والجبال والهضاب والمنخفضات. رقم تلاتة تنوع الموارد الطبيعية مثل المعادن ومصادر الطاقة والنباتات. تعالوا بينا نشوف الأسباب واحدة واحدة. أول سبب اتساع مساحة مصر والتي تزيد قليلا على مليون كيلو متر مربع. البيئات في مصر بتتنوع علشان مساحة مصر كبيرة. مساحة مصر بتضم بحار زي البحر الأحمر والبحر المتوسط، فخلى عندنا في بيئة ساحلية، وبتضم صحراء زي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية، فخلى عندنا بيئة صحراوية، وبتضم كمان مساحة مصر نهر النيل، فخلى عندنا بيئة زراعية وهكذا. يبقى إذا اتساع مساحة مصر سبب رئيسي في تنوع البيئات في مصر. رقم اتنين تنوع مظاهر سطح الأرض. عندنا في مصر مظاهر السطح متنوعة، زي نهر النيل اللي خلى عندي بيئة زراعية زي ما وضحنا، وزي البحار اللي خلت عندي بيئة ساحلية، والجبال والهضاب والمنخفضات خلوا عندي بيئة صحراوية. فإذا مظاهر السطح ليها دور في تنوع البيئات في مصر. السبب الثالث تنوع الموارد الطبيعية. ربنا سبحانه وتعالى إدى مصر وغيرها من الدول موارد طبيعية كتير زي المعادن ومصادر الطاقة والنباتات. المعادن خلت عندي بيئة صناعية هي ومصادر الطاقة، والنباتات خلت عندي بيئة زراعية. يبقى أنا كده فهمت ما هي أسباب تنوع البيئات في مصر. وهنقول هنا معلومة الطالب يستخدمها لما يجي يذاكر، إن معظم الأسئلة اللي بتبدأ بكلمة تنوع أو تتنوع بلاقي كلمة تنوع أيضا موجودة في الإجابة، زي ما موجود في النقطة الثانية والنقطة الثالثة في الإجابة، تنوع مظاهر سطح الأرض، تنوع الموارد الطبيعية. ثانيا تكامل البيئات المصرية. البيئات المصرية بيئات متكاملة بتكمل بعضها. كل بيئة في مصر بتمد البيئات الأخرى بما تحتاجه من منتجات، كل بيئة بتساعد البيئات التانية، حيث تمدنا البيئة الزراعية بالمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية. البيئة الزراعية بتوفر لي محاصيل زراعية كتيرة جدا، وبتوفر لي منتجات حيوانية زي الألبان والجلود وغيرها من المنتجات الحيوانية. تمدنا البيئة الصناعية، البيئة الصناعية اللي هي فيها المصانع بتدينا ايه او بتوفر لنا ايه؟ بتوفر لنا الالات والصناعات المختلفة، يعني بتوفر لنا الالات، بتصنع لنا الالات، وكمان الالات ديت بتصنع لنا صناعات مختلفة. تمدنا البيئة الصحراوية بالمعادن المختلفة، معظم المعادن دايما بتبقى موجودة في البيئة الصحراوية، واداني مثال حديد اللي موجود في الواحات البحرية في الصحراء الغربية. رقم اربعة تمدنا البيئة الساحلية بالثروات المائية، البحار اللي موجودة في مصر بتدينا ثروات مائية زي الأسماك وزي الأملاح. كده تعرفنا على كل بيئة في مصر ايه فايدتها وايه دورها وازاي بتساعد البيئات الأخرى. ثالثا تداخل البيئات المصرية. تتميز البيئات في مصر بأنها بيئات متداخلة مع بعضها ولا توجد حدود فاصلة بين هذه البيئات. هيقابلني سؤال مهم جدا، بما تفسر تتداخل البيئات في مصر مع بعضها البعض؟
ليه البيئات في مصر متداخلة؟ هقول له لعدم وجود حدود فاصلة بين البيئات المصرية. مفيش حدود بتفصل مثلا بين البيئة الزراعية وبين البيئة الصناعية، أو بين البيئة الصناعية وبين البيئة الصحراوية وغيرها من البيئات. يبقى لعدم وجود حدود فاصلة بين البيئات المصرية، حيث نجد البيئة الصناعية داخل البيئة الزراعية، يعني ممكن نلاقي مصنع مبني داخل أرض زراعية، يبقى كده في تداخل بين البيئة الصناعية وبين البيئة الزراعية. البيئة الزراعية داخل البيئة الصحراوية والساحلية، ممكن نلاقي أرض زراعية موجودة داخل الصحراء زي الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية، وممكن نلاقي أرض زراعية موجودة جنب البحار زي الأراضي الزراعية اللي موجودة في شمال مصر جنب البحر المتوسط. يبقى هنا في تداخل بين البيئة الزراعية وبين البيئة الصحراوية وبين البيئة الساحلية. هيقابلني سؤالين مهمين جدا، السؤالين مختلفين عن بعض في الشكل ولكن إجابتهم واحدة. أول سؤال: بما تفسر أهمية تنوع البيئات المصرية؟ إيه الأهمية اللي بتعود علينا من تنوع البيئات المصرية؟ والسؤال الثاني: ما النتائج المترتبة على تنوع البيئات المصرية؟ إيه اللي ترتب على تنوع البيئات اللي موجودة في مصر؟ السؤالين زي ما قلنا إجابتهم واحدة، أدى ذلك إلى رقم واحد: تنوع الثروات الطبيعية. عشان البيئات عندي في مصر متنوعة، فالثروات الطبيعية عندي بقت كتير، بقى عندي معادن وعندي مصادر طاقة وعندي أسماك وعندي أملاح وعندي غيرها من الثروات الطبيعية. رقم اتنين: تنوع الإنتاج الاقتصادي. عشان برضو البيئات عندي متنوعة، بقى عندي إنتاج زراعي، إنتاج سمكي، إنتاج رعوي، إنتاج صناعي، فالإنتاج الاقتصادي بتاعي أصبح متنوع. رقم 3: زيادة الدخل. أدام عندي ثروات طبيعية كتير وعندي تنوع في الإنتاج الاقتصادي، فشيء طبيعي إن الدخل عندي هيزيد، يعني هحقق مكسب بشكل كبير. أركز هنا في نقطة في السؤال بتاع بما تفسر أهمية تنوع البيئات المصرية وما النتائج المترتبة على تنوع البيئات المصرية. لو ركزت هلاقي كلمة تنوع زي ما وضحنا قبل كده مذكورة في السؤالين، وهلاحظ ان كلمة تنوع ايضا اتذكرت في الاجابة في النقطة الاولى وفي النقطة الثانية. اسئلة تدريبية على الدرس، تخير الاجابة الصحيحة. تمدنا البيئة الزراعية بنقط. يا ترى البيئة الزراعية بتمدنا بايه؟ بالمعادن ولا بالمحاصيل الغذائية ولا بالأسماك؟ طبعا البيئة الزراعية هتمدنا بالمحاصيل الغذائية. تمدنا البيئة الصناعية ب، يا ترى البيئة الصناعية بتمدنا بإيه؟ المنتجات الحيوانية ولا الآلات ولا المعادن؟ طبعا البيئة الصناعية هي اللي بتصنع الآلات، وزي ما قلنا بتصنع الصناعات المختلفة. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة. السؤال الأول: يوجد في مصر نوع واحد فقط من البيئات، هل مصر فيها نوع واحد بس من البيئات؟ السؤال الثاني: يمكن أن نجد البيئة الزراعية داخل البيئة الصحراوية، هل فعلا ممكن ألاقي بيئة زراعية يعني أرض زراعية موجودة داخل البيئة الصحراوية يعني موجودة داخل الصحراء؟ رقم 3: تمدنا البيئة الساحلية بالثروات المائية، هل فعلا البيئة الساحلية اللي فيها بحار بنحصل منها على الثروات المائية زي الأملاح والأسماك؟ السؤال الرابع: تمدنا البيئة الزراعية بالمعادن المختلفة، هل المعادن بنحصل عليها من البيئة الزراعية؟ تعالوا نشوف الإجابات مع بعض. السؤال الأول: يوجد في مصر نوع واحد فقط من البيئات. الإجابة طبعا خاطئة، لأنه قال لي على 4 أنواع من البيئات مش نوع واحد. السؤال الثاني: يمكن أن نجد البيئة الزراعية داخل البيئة الصحراوية. طبعا الإجابة صحيحة، ممكن فعلا ألاقي قطعة أرض موجودة داخل الصحراء زي ما قلنا الواحات اللي موجودة في الصحراء الغربية. السؤال الثالث: تمدنا البيئة الساحلية بالثروات المائية، فعلا البيئة الساحلية زي البحر الأحمر والبحر المتوسط بنحصل منها على الثروات المائية زي الأملاح والأسماك. تمدنا البيئة الزراعية بالمعادن المختلفة، طبعا الإجابة خاطئة، لأن البيئة الزراعية بتمدنا بالمحاصيل الغذائية والمنتجات الحيوانية، أما البيئة اللي بتمدنا بالمعادن فهي البيئة الصحراوية. بما تفسر
السؤال الأول: بما تفسر تنوع البيئات المصرية؟ إجابة السؤال طبعا زي ما وضحناها في الدرس، بسبب اتساع مساحة مصر والتي تزيد قليلا على 1,000,000 كيلومتر مربع. رقم 2: تنوع مظاهر السطح مثل نهر النيل والجبال والبحار والهضاب والمنخفضات. رقم 3: تنوع الثروات الطبيعية مثل المعادن ومصادر الطاقة والنباتات. السؤال الثاني، وركز في الفرق بينه وبين السؤال الأولاني: بما تفسر أهمية تنوع البيئات المصرية؟ زود لي كلمة أهمية في السؤال، وقلنا ده السؤال الوحيد. بما تفسر اللي هيتجاوب بأدى ذلك إلى، يبقى إجابة السؤال أدى ذلك إلى تنوع الثروات الطبيعية، تنوع الإنتاج الاقتصادي، زيادة الدخل. أخد بالي قوي من الجزئية بتاعت السؤالين دولت والفرق ما بينهم. السؤال الأولاني: بما تفسر تنوع البيئات المصرية، والسؤال الثاني: بما تفسر أهمية تنوع البيئات المصرية، وفرق في الإجابة بين السؤالين.